فاتق الله عز وجل ولا تستكبر، احذر، لأن الله عز وجل قضى بألا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكبر رد الحق، يعني أن ترد الحق على من قاله، لأنه فقير، لأنه هزيل، لأنه ليس له نسب ولا حسب، أمور الناس التي يجعلونها ميزانا في الحكم على الخلق وليس بميزان في الحقيقة، ولا يوزن بها حتى التراب، لكنهم يحكمون بها. بطر الحق وغمط الناس، احتقارهم وازدراؤهم والنظر إليهم بمؤخر العين، كما هو معلوم في قاموس العوام. أنت مش عارف أنت بتكلم مين؟ أنت ما تعرفش أنا ابن مين؟ أنا أعرف أنت ابن من؟ أنا أعرف أنت من خرجت من مجرى البول مرتين، مرة من أمك ومرة من أبيك. الرجل الصالح الذي كان جالسا ومر الأمير في موكبه ولا يمر بأحد إلا وقام تعظيما للأمير والحاشية والجند والموكب، وأما هذا فرجل لا يعنيه من أمر الدنيا شيء، فلم يقم. فقال هذا الجالس يتوني به، فجيء به، قال ربما لا يعرفني. فقال هل تعرفني؟ قال ليس في هؤلاء من يعرفك مثلي. قال من أنا؟ قال أنت الذي خرجت من مجرى البول مرتين، مرة من أمك ومرة من أبيك. مرة من أبيك النطفة، ثم لما اكتملت في الرحم دفعك الرحم إلى خارج فمررت. فمن تكون؟ من تكون؟ ما من أحد مهما أعجبك منظره إلا وهو كنيف متحرك. ألا يعلم كل منا ما في بطنه؟ لما تستكبر؟ تواضع لربك وذل لخالقك وارجع لمولاك